الكلمة لفريق التحالف الاشتراكي. سيد الرئيس، سادة المستشارين، سيدات المستشارات، في إطار النظام الداخلي أحيط مجلسنا علما باستمرار إهدار المال العام على مستوى الصفقات العمومية وغياب الشفافية في هذا المجال، وكذلك على مستوى بنى الطلب يعني بوند كوموند. وتطمح هذه الإحاطة إلى إثارة انتباه كل مسؤولي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص لهذه الإشكالية التي تعتبر إحدى وسائل تبذير المال العام عندما يتم التفريط في حسن تدبيره في هذه الظرفية بالذات، اعتبارا لما يعرفه الجميع من حصول عجز مالي في خزينة الدولة والصعوبات التي تواجهها الحكومة في التحكم في ميزانية الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تتفاقم وتزداد آثارها على المالية العمومية. العجز قائم بالفعل، لكننا ننبه إلى أن الأموال العمومية تضيع في بعض الصفقات المغشوشة أو حتى الوهمية أحيانا، ومشتريات الدولة في مجال التسيير تحتسب بأثمان جد مرتفعة تقارب أحيانا ضعف ثمنها الحقيقي في السوق، وإصدار بون الطلب يعني لبوند كوموند وهمية. ومن الأمثلة الصارخة على استمرار الاختلال في ميدان الصفقات على مستوى الجماعات المحلية احتكار بعض مكاتب الدراسات المحدودة العدد على مجمل الدراسات المتعلقة بإنجاز مخططات التنمية، وذلك على حساب قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. إننا نتساءل كيف تحظى مكاتب محدودة بصفقات أغلب الجماعات المحلية؟ أليس لنا في المغرب مكاتب أخرى ينبغي تشجيعها؟ إضافة إلى أن الاحتكار يؤدي إلى النمطية في مخططات التنمية بدون اجتهاد لإدماج المعطيات المحلية الثقافية والحضارية والمعمارية في هذه المخططات. إننا نتلقى باستمرار شكايات مقاولين وأرباب مؤسسات بخصوص الطريقة التي يتم بها إسناد الصفقات العمومية رغم كل المظاهر الشكلية للشفافية ورغم وجود مساطر توحي بالنزاهة، والحقيقة غير ذلك تماما، حيث يوجد محظوظون يعرفون كيف يستحوذون على صفقات بأساليب ملتوية بل وبتكاليف أكثر بكثير من التكاليف الحقيقية، والنتيجة أن الدولة والجماعات المحلية تشتري بأثمان أكبر والتبني بتكاليف أضخم وتنجز دراسات غير مفيدة أحيانا بأثمان أعلى بكثير مما هو ممكن، والنتيجة ملايير من الدراهم تضيع في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى مصادر لتمويل برامجها الطموحة، وتضطر إلى اللجوء لجيوب مستهلكين في غالبيتهم العظمى غير ميسورين بالتأكيد كمصدر للتمويل. إنها مناسبة لندعو المصالح الحكومية للانكباب بجد على موضوع الصفقات العمومية وإصدار بطاقة توصية، وندعو بشكل خاص إلى إنجاز دليل ملزم لكل مصالح الحكومة والجماعات المحلية يضم الأسعار في مختلف مجالات التمويل وإنجاز الدراسات والبيانات بحد أدنى وحد أقصى لا يمكن تجاوزه كما هو معمول به في عدد من البلدان الديمقراطية. كما ندعو إلى استحضار الروح الوطنية ومصالح بلادنا من طرف المقاولين واللجان المعنية ومكاتب الدراسات التي تقدر التكاليف المالية لإنجاز المشاريع، إضافة إلى ضرورة مراجعة الإطار المؤسساتي لتوفير كل شروط الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية، وذلك لوضع حد لإهدار المال العام وتوفير مصادر لتمويل المشاريع الاجتماعية للحكومة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وشكرا.